وضعتها لبر الأمان ولكل مسيرة قائد يضع الخريطة لمسيرته ويقود الجنود والفرسان حتى يكتب لسفينته النجاح ويشار إليها بالبنان. فأدركت الأمم منذ أزل الزمان أهمية وحقيقة العلم، فجعلته لازمة عيش وضرورة حياة، وجعله الإسلام فوق ذلك فريضة دينية ومطلبا شرعيا. فبالعلم والمال يبني الناس ملكا، ولم يبنى يوم ملك على جهل وإكلال. ولأن سفينة مدارس الأمة الحديثة بكل هيئاتها تسعى إلى تطوير المنظومة التعليمية وتقدمها وازدهارها، نترككم مع ركبان هذه السفينة سعادة الدكتور مصطفى العفور الأكرم وليتحقق المشروع. الذي أسبق علينا من النعم ما نعجز معه عن شكره وحمده، وأجزل من العطاء وأغدق علينا من وافر كرمه. الصلاة والسلام على النبي المصطفى خير الأنام الذي أزال عتمة الجهل وأنار الأرض بنور الإسلام. راعي حفلنا الكريم معالي الأستاذ الأخ الصديق أحمد دوير حفظك الله، السادة أصحاب المعالي والعقوفة والسعادة والسيادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحفل الكريم، اسمحوا لي بداية أن أرحب باسمي وباسمكم براعي حفلنا الكريم، أهلا وسهلا. عرفناه معلما مبدعا ثم نائبا في أربعة مجالس برلمانية، العاشر والثاني عشر والثالث عشر والسادس عشر، ثم عينا في ثلاثة مجالس للأعيان، الحادي والعشرين والثالث والعشرين والمجلس السادس والعشرين، وزيرا للشؤون الفلسطينية ووزيرا للشؤون البرلمانية، وأخيرا وليس آخرا عضوا في المحكمة الدستورية. تقلد العديد من الأوسمة، أهمها وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى، ووسام التربية والتعليم من الدرجة الأولى. قدم وما زال يقدم الكثير في خدمة وطنه ومليكه وأبناء وطنه. نكرر ترحيبنا معاليكم وشكرا لرعاية حفلنا. أحبائي أبناء الخريجين، في كل مرة تتجدد سعادتي في هذا الموقف الذي أقفه نهاية كل عام وأتزود بمشاعر الفرح التي تكفل لنا تجددا وتدفقا لمزيد من البذل والعطاء. فما أراه ونراه في عيونكم من فرح وفخر بالإنجاز، وما تحمله قلوبكم من آمال وأحلام، ينعكس في نفوسنا فرحا بكم وفخرا بما حققناه معكم. فالمدرسة لم تدخر جهدا في بناء المواطنة في نفوسكم، ولم تبخل في تقديم أفضل الخبرات لصقل شخصياتكم وتنميتها في صناعة رؤى المستقبل العلمي لكم بأوضح صوره وأرقى معانيه. فكان لكم كادر إداري متميز عظيم الخبرة، متمرس في حصيلاته التربوية، كما وكان لكم كادر تعليمي هو الأميز من ذوي الشهرة وأصحاب القامات التعليمية في التخصصات كافة. وهيأنا لكم كادر الخدمات الذي سهل كل الصعاب، فتآزرت كل المقومات لتكون مدارس النظم الحديثة لكم. أبنائي، نحن نجتهد معكم ونجهد لكم،
لأنكم أغلى ما نقدمه لهذا الوطن الحبيب وأسمى أسباب رفعته وسموه. فالأردن عزيز منيع بأبنائه، مشرق سام بعطائكم، ولا يتبوأ مكانة مرموقة بين الأمم إلا بما تزوده به إمامكم وعزائمكم. فكونوا خير رسول منا لأردننا المهيب بقائده الهاشمي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله. فهو المعلم الأول فيه، والمرشد والموجه، والأب الحاني، والقائد الذي نعتز بقيادته بين الشعوب والأمم. الآباء والأمهات، بوركت جهودكم، فقد أثمرت مساعيكم، وأين عجنا حياتكم؟ فلا ننسى أنكم كنتم خير رديف ومتمم لعملنا، وأعظم مؤازر ومعين لما نفتخر به الآن من أبنائكم الخريجين. ومن منبري هذا لا أوصيهم إلا ببركم، وأعظم البر لكم لا يكون إلا بما يحققونه لأنفسهم. فأنا واثق من أن ذلك هو منبع سعادة الآباء والأمهات. طال انتظاركم ليرى الواحد منكم ابنه شابا مفعما بالحياة، وكان الطريق معهم متعبا مضنيا طويلا أحيانا، ولكن رؤيتهم في موكبهم هذا يحثون الخطى كثيرة بإعمار قلوبكم بالسعادة وزوال آثار التعب الطويل. جعلهم الله دائما مصدرا لسعادتكم وموضع فخر لنفوسكم وقرة لأعينكم. الحضور الكرام، أبناء الخريجين، هذه مدارس النظم الحديثة. هذه مدارس النظم الحديثة ستبقى دوما مهد عراقة لنا جميعا، موئلا جميلا وحقدا دافئا حانيا لكل خريجيها. ستبقى ترقب تطورهم وترصد مسيرتهم لتفرح بفرحهم وتفتخر بمنجزاتهم. لقد علمناهم كيف يمضون بعزائم مسنونة في حياتهم، كيف يقتنصون لأنفسهم موقعا بين النجوم. وهذا أمر لا هو بالجديد عليهم ولا هو بالغريب عنهم، لأنهم أبناء النظم الحديثة الذين سيجعلون محطات المجد تاجا ماسيا يتمنى أن يخفو ويهنأ ساعة على هاماتهم. أبنائي، كونوا الأمل، كونوا المستقبل. وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم. وإلى اللقاء، والسلام عليكم. عندما كنت واقف في مكانكم هذا من عام 2011، كلمة الدكتور مصطفى لنا حين قال: وأنتم أيها الخريجون خير من يغذي نماءه ويرفض تقدمه ويعلي راية حضارته بما تحققون وتنجزون. فأحلامكم وأهدافكم ونجاحكم وحديث سعيكم هو عزة ومجد ورضا ورفع. وأنتم تعرفون أن عيون آبائكم وأمهاتكم متعلقة بكم، وقلوبهم تلهج قبل ألسنتهم في الدعاء لكم. وكونوا على ثقة بأنكم لهم موضع الاعتزاز فلا تخذلوهم. أما الآن أيها الآباء والأمهات، أيها الأهل والأحباب،
ها هم أبناؤك وأخوانك يدخلون الفرحة إلى قلوبك ويرسمون البسمة على شفاهك ويحسقون ما زرعتم وسقيتم. إنهم فلذات أكبادكم وعليهم معقودة آمالكم، فهنيئا لكم بهم وهنيئا لهم بكم، فقد كنتم تقفون من خلفهم وترعون مشوارهم ودراستهم حتى بلغوا يومهم هذا. أساتذة الهيئتين الإدارية والتدريسية الأفاضل، انظروا حولكم، فهذا بعض عطائكم، وها هي جهودكم قد أثمرت وأينعت. أيها العاملون من أجل تقدم هذه القلعة الصامدة، نبارك لكم عطاؤكم ونهنئكم بهذا الفوز العظيم من خريجي شهادة الثانوية العامة، ونقول لكم طوبى لكم ولطلبتكم ولهذا الصرح العلمي الأشعري. الحضور الكريم، منذ تأسيس مدارس العلوم الحديثة في عام 2005 بدأت تصل بسلم النجاحات نجاحا تلو الآخر، وتميزت بنشاطاتها المنهجية واللامنهجية بين جميع أقرانها من المدارس، وتصدرت بتميزها المراكز الأولى في مختلف الفعاليات والنشاطات العلمية، الثقافية، الرياضية، المحلية منها والعالمية، وتميز طلبتها أيضاً بحصدهم أكثر من 14 مركزاً من المراكز الأولى من نتائج الامتحانات الثانوية العامة على مدى الأعوام الاثنى عشر السابقة. حتى ويشرفني أن أذكر أن جميع القائمين على حفل التخريج من إرافة حفل إلى الفقرات كافة هي بتنظيم وتقديم طلاب وأبناء صرح النظم الشامخ، وإليكم الآن عرضاً لبعض نشاطات النظم للعاملون. تعلمت في مدارس النظم الحديثة وتخرجت منها عام 2012 بإدارة الدكتور مصطفى العفوري. دخلت الجامعة الأردنية كلية الحقوق وتخرجت منها، واليوم أنا محامي. أنا أحمد الحسامي، تخرجت من مدرسة النظم بال 2006، وأنا هلا مدير الإعلام والاتصال في مجموعة المناصب. أنا أشرف عصفور، خريج مدارس النظم دفعة 2006 ل 2007، خريج جامعة عمان الأهلية، تخصص هندسة العمارة الأول على دفعتي. حالياً أنا مهندس معماري بدبي بشركة ناشونال إنجينيرينج بيرو. أنا الطبيب أمين خميس عبدو، خريج مدارس النظم الحديثة دفعة 2008 وخريج الجامعة الأردنية كلية الطب، حالياً طبيب في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أحمد رسم البيضين، من طلبة وخريجين مدارس النظم الحديثة دفعة 2011. أعمل حالياً كمدير تنفيذي لشركة تريفكس، وهي شركة قمت بتأسيسها عام 2015 بالشراكة مع شركة الواحة للاستثمارات. السلام عليكم، أنا محمد نصيف المجدوبة، خريج مدارس النظم الحديثة عام 2011. كان لي شرف تمثيل المدرسة في مسابقات الانتل اي سيف والروبوتكس والاي سويت. أنا حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة الصناعية من الجامعة الهاشمية، وبشتغل في مجال المشاريع الميكانيكية وكمسؤول نشاطات في الحنين ان جي او. معكم حلو إبراهيم، خريج مدارس النظم الحديثة الفرع العلمي في عام 2009، خرجت من الجامعة الأردنية تخصص الصيدلي، أعمل حاليا في شركة أوكيديا للصناعات الدوائية كسينيور ميديكال ريبريزنتيف. أنا اسمي حسام مشغول، خريج مدارس النظم الحديثة سنة 2013 الفرع العلمي، حاليا مقيم في روسيا بالوسط البشري في جامعة دامبو الوطنية سنة رابعة. أنا سعد أبو عنزة، خريج مدارس النظم الحديثة كولج 2011، تخرجت من الجامعة الأردنية علوم سياسية، وأنا هلا في مدينة كامبريدج عم بكمل ماسترز علاقات دولية. أنا محمد الرفاعي، أنا خريج مدارس النظم الحديثة الفوج السادس، أنا حاليا مهندس مدني وبشتغل في قطاع العقارات. مرحبا، أنا أحمد سمارة، خريج مدارس النظم دفعة 2011،
وحاليا بشتغل مهندس وظيفي في موقع. انا طالب ليت وليد عدنان بشناق، كنت بدرس في مدارس النظم الحديثة، تخرجت منها سنة 2015 بشهر 2، وانتقلت بعدها لتركيا لقسم الدراسات البحرية، وإن شاء الله أنا بدرس قبطان بحري وضايل لي فصل وبتخرج إن شاء الله تعالى. أنا مهتدي النبابتي، خريج النظم سنة 2009، درست طب الأردنية وتخرجت في سنة 2015، وهلا بكمل تخصص في جامعة جورج تاون بواشنطن دي سي. شكرا لجميع اساتذتي الكرام على رأسهم الدكتور مصطفى العشوري
شكرا لمدرستي وشكرا لكل اسره الدعم شيء جدا تمنيه. حبيت اشارككم هذا الفيديو لاعبر عن شكري وامتناني لمدارس النظم الحديثة ولاشارك الخريجين والخريجات هذه الفرحه. حبيت اليوم اني اكون بين الف مبروك لاهالي الخريجين والخريجات هذه المنصه. طبعا احنا شكرا كثير طبعا لمدرسه النظم الحديثة اللي وصلت لنا كل شيء ونجاح الاحتفال. يا أيها الوطن تكبر، فمهما يكن من جفاء ستبقى بقلبي وعيني ملاك، وتبقى كما شاء لي حبنا أن أراك. نسيمك عنبر وأرضك سكر وإني أحبك أكثر، فأنت الثرى والسماء وعلى رأسك عبد الله الثاني صاحب البيعة والولاء، فكيف لي ألا أحبك أكثر. حفر الكريم حينما يترنم الشعر ويصلح فتنتظم أبياته لتحلق بنا إلى عالم من السمور والنفحات، فلبت حروف الشعر من ناداها والحبر سال ومن سطور حواها، ومن على منابر قصر الثقافة نترككم الآن مع إبداع أبناء وطلاب مدارس النظم الحديثة والفقرة الفنية التي يحييها فرقة الإخوة كيوان وفريق نشاطات النظم بقيادة الأستاذ مروان زين الدين. أنت على الأوقات وشكرا.